رمضان جانا وفريحنا ابو للعلم فقط بعد البحث وتحري اكتشفت ان بعد شهر شعبان اي شهر رمضان اي نعم لان في وايد من الناس ما يصدقون الكلام هذا ليله رمضان يا يستغربون باكر رمضان ما عدنا جلي جمعيه دايم عمرك شفت يونية تعيش طاير في يوم من الايام وقفت على الاشاره شفت حذارك جدر حريص يسوق سياره اشاره شو نفطر اليوم زين رمضان جاي بنغير البويه ستاير بنصوم هنا ولا بناكل ستاير يعني بنف... لا بنغير ستاير بنغير غنفات رمضان جاي بنغير سيراميك شو خص السيراميك في رمضان انا ما اعرف بلاك الله العظيم معنا وين انا ابو السلام طلع لك كرش من كثر الاكل كان زين هي طابخه بس تصور اكل اما مسكينه تعبانه في المطبخ من الصبح المغرب ويدي حضرتك تصور اخر شيء يلا تفضلوا انا حياكم على فطورنا الو السلام عليكم فضيله الشيخ كيف حالك انا عندي استفسار طال عمرك عندي اليوم من غير قصد جاء ماي على طرف لساني كل سنه نفس الاسئله يا اخي ذبحتونا خلاص ما حكم معجون الاسنان شيخ شيخ انا كنت اطبخ اكلت نص من لاس عيش شرب شاي اخضر ورا العطر يفطر عطر ايه ما يفطر عطر بوي لا تفتي الله خليك الحكومه حاطه رقم فتاه 842 رمضان اول شغل صبيات والله ما يرتاحون في رمضان الا يضرب حريص اللي قسم صحون الاله ولازم تحفظ صحون امك ولا ترى يا ويلي يا سواد ليلك ينص القانون 360 لحمايه الصحون للمواعين باسترجاع الصحن بعد يوم من استلامه ما تبغى تاكل من بيتنا ترجع بيت احمد بيت احمد ترجع بيت سعيد بيت سعيد راشد حمود تخلوه تسعود بيت رشود اخر شيء رشود بعد ما يستعوي طرشنا بيتنا نحن هريسة نحن طرشناها ونجيبك غسيل اموالها تفضل شو هذا؟ هذا صالونة لحم وهريس. ليش ما حاطينه في الصحون؟ لأن أمي تقول يوم نعطيكم ما تردون صحوننا. اسمع يعني التونة التونة ما شو سالفة التونة ما واحدة تخلص في الجمعيات. كنا كل يوم في المدارس نسوي اختبارات صوم. كل واحد يجي. أنت صايم؟ قالك هي صايم. طلع لسانك. لسانك أبيض. تقبل الله. يعني لساني أبيض صايم. زين يمكن ما أكل جبن مالح. ها؟ لسانك مو أبيض. شعر بماي. أشوف أشوف ها أشوف. ها صايم. فاطر. شوف. خلاص عاد. شو هالمسخرة؟ يا جماعة حرام عليكم. ليش ضربين الريال شي؟ تراني اقول لك هذا حلال رمضان شوف بطاقه مال هويه ماله يعني اذا انت صايم وكاره عيشتك نحن شو ذنبنا ترى بعدنا صايمين شراتك انا شو كنت تعصب علينا اقول لا تخليني افطر عليك صحن ثري ايوه تمر انا احترم نفسك يا اخي كل واحد يحترم نفسه عزيزي الموظف اول يوم في رمضان اذا شفت موظف جديد عندك لا تخاف هاي زميلتك بس بدون مكياج طول السنه رانيه فريد شوقي في رمضان تستوي فريد شوقي شو تسوي بعد ترى صايمه انت خليك ذكيه انت انت الحين في شعبان هذا خفي خفي تدريجيا عشان ما يستوي الذعر مره واحده تي انت عند موظف تقول لو سمحت خلص معاملتي اخوي انا صايم تعال باكر ترى بعد باكر رمضان بعد تعال رمضان زين ليش فاتحين انتم أذن في بيات شتوي في بيات صيفي في ناس عندهم بيات رمضاني رمضان عنده شهر النوم ياي رمضان ينام ما ينش إلا يوم العيد ريتا خلاص ما في سوي فطور كثير بس شوي شوي عاملة في المنزل قبل رمضان شرات الحلاق ليلة العيد نفس الموضوع ما تروم تكلمهم أرباب كبير ألو مستشفى أمي ماتت؟ أنا عندي إحساس إن بعض المنتجين يوميون يعرضون مسلسلاتهم يقول أبوي اسمعني أنا عندي مسلسل في 37 إطلاق 5 بوكسات 86 برطن منفوخ وثلاث مرات قال لي في المسلسل رعينا هلا جاسم؟ شو قاعد تسوي عندك يا جاسم؟ باخذ ورث أبوي قبل لا يموت عيالي؟ أنت شو تصور عندي هني في الحجرة؟ أبوي جاسم! يبا ياخذ فنادق وحلالك كله يا يبا جاسم يعني انت عينا عزيزي الفنان اذا مثل 7 مسلسلات غير ثيابك غير شكلك غير شعرك على نفس المسلسل لا لا بس هني فرق يمين هناك فرق يسار يعني شو السالفه نحن عندنا نص الممثلين خليجيين ما شاء الله كاركتر واحد يمثل كل الاعمال مجموعه شركات شاي حليب وعبد الله اسماعيل واولاده تقدم يبا ابي ابي شك وش تبي لا يا يب معجون شاي حليب اول معجون اسنان بنكهه الكرك انا درست في الجامعه شاي حليب يتمنى لكم صيابا مقبولا وإفطارا شهيا وتعبت عشان أتزوج الآن في الأسواق بتنيل يا حبة ما يمديك تقول كلمتين طلع عليك فاصل إعلانات السلام فاصل إعلانات عليك فاصل إعلانات ورح فاصل إعلانات الله وبركاته شسوون لا شسوون فاطرين حيوانات الدو حلوان مدام السبعة تفاخر فطرتونا حسبي الله عليكم قبل الأذان 5 دقايق يلا لو سمسوم يمشي في البيت وتسمع ريوله لا يغلط واحد بالغلط يقول الله أكبر قبل الأذان 5 دقايق لا بيفطرون زي تريه الأذان عطشان وجسمك مش متحمل مفاجأة عندنا الحل احنا حنصوم مكانك ونصلي كمان
وانت خليك مستريح، كل ده بس ب 899 جنيه. أيوة ما تستغربش، صلي التراويح حلك لقمتين شوف برنامج المندوس ونام. ايه في جوائز السنة بعد كل يوم على سمة بي مندوس. ثلاث كلمات، الكلمة الأولى مبروك عليكم الشهر الفضيل وكل عام وانتم بخير، الكلمة الثانية مشكورين اللي تابعونا وتفاعلوا عن طريق شاي حليب أو هاشتاج شاي حليب أو شافوا حلقات شاي حليب، الكلمة الثالثة سامحونا ترى نحن يوم نسولف ما نقصد نزعل حد، والحمد لله ما ظنيت إن حد زعل منا. أودعك يا شاي حليب أنا وبخليك إلى اللقاء.